ام سعد معانا يا ام. امي انا امي. يا سلام أم لامي سعد. يا امي سلام لامي يا سلام لامي يا يا ام سعد ازيك؟ الله يسلمك يا حبيبي. الله سعد بس ايديك النهارده وقال لك كل سنه وانت طيبه. يا حبيب قلبي. ايوه خدت 5000 جنيه كملي يا امي. يا حبيبتي. ايوه عشان الناس تعرف انت خدت 5000 جنيه. صيطيني كده يا ام. انت عامله ايه يا ام؟ وحشاني. الله يخليك يا حبيبي. انا بقول لهم يا ام ان سر سعد الصغير التجاره مع ربنا وربنا، ثم انت بدعائكي لولاكي ما بقتش سعد الصغير. ربنا يوفقك. والله العظيم يا امي ربنا يوفقك. بقول لهم انا كنت شغال عند عم مصطفى، كنت لازم لما اروح اجيب اكل لازم حد يديني يحتل لحمه، لازم اروح. كنت بعمل لك ايه ياما في اللحمه؟ اجيب لك اخبيها لك من ورا اخواتي ولا لا ياما؟ فاكر الايام دي؟ يا حبيبي. عشان كده ربنا بقول للناس ربنا بيكرمني وبحاول اعوضك من اللي انت عملتيه معايا امي. شيء جدا جدا شيء مش معقوله. احنا من سنه سته ولازم اخدم نفسك بنفسك. ما ابويا بيقبض كام؟ انتوا كام اخوات يا سعد؟ احنا 12. 12؟ سته من هنا وسته من هنا. والله ابويا اتجوز اتنين، سته من هنا وسته. تخيل 12 فرد بقى، واخدم نفسك بنفسك من سنه سته. وامي هتعمل ايه بقى؟ مدارس ولا ابويا بيبقى كام؟ 240 250. ما بيعملوا ولا، يا دوبك هما بيجوا ياخدهم عم فوزي البقال. يعني الست دي تعبت معاك؟ لا تعبت بطريقه مش معقول حضرتك، يا تعبت بجد 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 يعني. طيب ويعني اكيد رضا عنك يعني سبب من اسباب نجاحك يا سعد. انت راضي عن سعد دايما يا ام سعد؟ دايما قلبي وروحي وعينيا الاثنين. الام دي عملت استاذ زواق اللي عملت معايا حركه انا بقولها على طول، لان قعدت سنه بحط الفلوس في جيبي وعلق كل يوم اتسرق 1500 جنيه كل يوم. طب مين اللي قاعد؟ في كام اخ كده. قلت لا جوه البيت يعني. جوه البيت. لا لازم اعمل كمين لامي اشوف امي حراميه ولا لا يا جدعان، مش هسكت. ورحت فعلا جيت في مره ورحت حاطط البنطلون ومفيش حد في الشقه بقى، حطيت 3000 جنيه. قمت الصبح لقيتهم 2000 جنيه كل يوم بقى على كده. قعدت بقى استاذ، تخيل انت سنه قاعد مع نفسك من حب فيها، مش عايز اقول لها انت كل يوم بتاخدي 1000 جنيه من البنطلون ولا ايه؟ فوجئت بايه بقى؟ ان اخر السنه ديت خدتني اركب يا واد، احنا عندنا توك توك في البرنامج، اركب روح اجيب لي التوك توك ورايحين. توك توك؟ بتاع مين؟ لا في المنطقه يعني، في المنطقة. مش بتاع هي امي مدمنه تكاتك عشان تبقى عارف. عندها عربيه بس تكاتك، هي مدمنه. ورحت واخدانا على بنك الائتمان، تخيل قالت لي امضي يا واد. امضي ايه؟ انا جبت اتوبيس. انا بقى جوايا اتوبيس من الفلوس اللي خدتها مني، مش عايز اقول لها. قالت لي الاتوبيس ده باسمك. رحت عايز بقول لك شوف يعني بقى قد يعني هي بتعمل لك للمستقبل عشان ما تصرفش الفلوس كلها في اتوبيس تشغله يعني. بقوم ثلاثه بفضل ربنا من انا ما اعرفش عنهم حاجه. من الواحد بقوم ثلاثه. ثلاث اتوبيسات. سعد انا عايز اعزم الحته ديت. ليه ياما؟ عزمني وديني فيلا في حمام سباحه قبل ما اموت. ياما طب انا رحت رايح واخد فيلا وقسط تعالي ياما ايه رايك؟ قالت لي زي العسل يا واد، فين المفتاح؟ دي لاولادك. ورحت واخده وقعدت ورجعت شبرا تاني. بص امي وبرضه يعني من غيرها ولا ليها لازمه. الناس ما تعرفوش ولا الام دي هي الموضوع كله، ما ولا ليها لازمه. يا مساعد مقصر معاك انا ياما؟ لا يا حبيبي. يعني قلت 5000 جنيه تقول لام قلت لك حاجه؟ لا يا حبيبي. بس لما حصلت لك شويه ازمات كده بتبقى زعلانه وبتدافع عنك. انا قعدت 6 اشهر على البلاط، انا قاعد في العنايه المركزه ومفيش اوض. نايمة على جايبة بطانية ونايم، مفيش أوضة هتقعد فين؟ وقاعدة بقى. سبحان الله ربنا ده لما حصلت لك الأزمة الصحية ربنا مديها ملكة تقول لك ده يخش يزور سعد، ده بيحب سعد، ده مش داخل شمتان، يجي يقول امشي يا واد امشي يا حاج، تقول له امشي. بتقرا وجوه الناس كويس والله العظيم سبحان الله. وفعلا يجي يقول ده كان حاسس جاي شمتان فيك وكده. يا أم سعد عايزة تقولي لسعد حاجة؟ ربنا يوفقه ويكفي شر طريقه. يا دعوة الأم، دعوة الأم ده أجمل حاجة في الحياة. ربنا يديلك الصحة ويخليلك كل ولادك يا أم سعد. شكرا. أنا هغني لك الأغنية بقى اللي أنت طالباها. قمت من النوم طالبة أغنية إيه؟ كنت قايم من النوم تلاقيت قاعدة مع الملحن محمد عبد المنعم دوت. محمد عبد المنعم عامل لها أغنية نكد، قالت لي والنبي يا أخويا تغنيها. يا حاجة دي كلها نكد، قالت لي والنبي عشان خاطر تغنيها. دخلت سجلتها ولغاية دلوقتي بعرف أغنيها يعني، فاسمعها حضرتك كده وقول لي رأيك. طب غنيها كده. أنا مش يتيم ياما. أنا مش يتيم ياما لأنك عايشة جوايا.
مش حزين ياما، مع انك سبت دنيايا في ملايكة بالجنة بيزفوا ويهنوا يا هنانا يا سعدنا بجارتنا في الجنة يا طيبة ياما يا رحمة من ربنا شايلة الهموم عنا صبرة يا حنينة فول يا ابني كده.